فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، أيضا هناك كثير من المؤشرات التي نعمل من خلال المجموعة الوزارية لتحقيقها في خلال هذا العام، حتى يصل إلى خفض نسب الأمية وارتفاع عدد سنوات الحياة للإناث، وأيضا إدراك التمكين الاقتصادي للمرأة وتخفيض معدلات البطالة بالنسبة للإناث، أيضا بالنسبة للأمومة والطفولة. في ملف الشباب والرياضة، الحقيقة تعزيز ممارسات الرياضية عن طريق برامج وإحياء الرياضة المدرسية بالتعامل بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة، حتى نتوسع في نسب التنفيذ للرياضيات في خاصة، وأيضا قاعدة الممارسات الرياضية في كافة الوزارات وكافة المتوسطة العمرية المختلفة. في مجال الثقافة واكتشاف المواهب ودعم المواهب ودعم معدلات القراءة ووصول، اللي أنا بقوله ده الحقيقة تم تنسيق من خلال كل وزارة معنية داخل المجموعة الوزارية، ودي ملفات يا دولة رئيس بنشتغل عليها سواء بشكل متقاطع إذا كان في ملفات بتشترك فيها أكتر من وزارة، أو الوزارات حطت لنفسها برامج ومؤشرات أداء حتى تستطيع أنها تقدر أنها تلتزم بها في فترة زمنية معينة، وهيكون هناك يعني تقرير يرفع لسيادتك بشكل دوري ويرفع لسيادة الرئيس بشكل دوري، حتى نستطيع أن احنا نقدر نتابع مؤشرات الأداء في البرامج الزمنية المختلفة. في مجال وزارة الأوقاف والبناء الإخلاقي ومجاوبة التطرف والتراجع في القيم والأخلاق ومواجهة الممارسات الغير مصرية اللي احنا ما شفناهاش الحقيقة منذ زمن طويل، وإحكام السيطرة على بناء الوعي الديني، هناك ملف كبير وزارة الأوقاف مع الأزهر والكنيسة معنية فيها في هذا الملف الحيوي. أخيرا الملف القضية السكانية، وهي هي والقضية المحو الأمية قضايا محورية في ملف التنمية البشرية، نعمل من خلال المجلس القومي للسكان ومن خلال أيضا المجلس الأعلى للسكان برئاسة سيادتك على تنفيذ البرامج الخاصة بالقضية السكانية حتى نصل إلى معدل الإحلال لـ 2.1 في خلال الثلاث أو أربع سنوات القادمة. إحنا النهاردة في تحسن كبير في معدلات الإنجاب ومعدلات الخصوبة الكلية، نزلنا لأول مرة في آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.8، لكن الخبر السعيد اللي إن شاء الله هيعلنه الجهاز قريباً إن إحنا وصلنا لـ 2.5 وكسور، وده لأول مرة في التاريخ إن إحنا ننزل بمعدلات الإخصاب ومعدلات الإنجاب لهذا الرقم، ومستهدفين إن شاء الله إن إحنا في السنوات القليلة القادمة نصل إلى المعدل العالمي للإحلال وهو 2.1 عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية. بستأذن سيادتك فندم ان احنا فيما يخص المشروع القومي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده وهو بدايه، هو عباره عن تنسيق في كافه المحافظات وفي كافه الوزارات المعنيه علشان يبقى فيه تغطيه لمده 100 يوم لتكثيف الخدمات الحكوميه المقدمه لمواطنينا عبر كافه الوزارات المعنيه. امام حضرتك الاصطفاف اللي هيطلق اليوم بعد إشارة البدء من سيادتك، عشان نقدر نحن ننزل في كل محافظات مصر بل في كل قرى ونجوع محافظات مصر، نقدم خدمات لها علاقة مباشرة بالتنمية البشرية، ويكون مبادرة بداية هي تقديم للدولة المصرية لملف التنمية البشرية. واشترك في هذا المجال أكثر من 29 وزارة و29 هيئة معنية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين حتى نصل إلى هذا اليوم الذي يطلق من خلاله. ومتابعة هذا البرنامج سوف يكون متابعة مميكنة داخل كافة المحافظات، وتم التنسيق الحقيقة مع زميلتي معالي وزيرة التنمية المحلية ومع كافة زميلنا من المحافظين علشان يبقى فيه تكثيف ويبقى في متابعة يومية لكل المؤشرات اللي احنا اتكلمنا عليها في التنمية البشرية بشكل عام، وفي من خلال أيضا مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. بشكر حضراتكم على حسن تواجدكم معنا، وأتمنى إن شاء الله لهذه المبادرة النجاح وللمشروع القومي، وبشكر زمايلي الحقيقة اللي لهم الفضل الكبير في كل اللي أنا كتبته ده وقلته. أنا كل اللي عملته أن أنا كنت بتكلم بالنيابة عنهم، وأشكر دولة الرئيس على تشريفه لنا النهاردة. شكرا جزيلا.